ليالي لبنان. ما هي ليالي لبنان؟ لتر حليب عليه ممكن نحط له شوية، عارفين علبة القشطة الصغيرة أو شوية كريمة حلويات أو حتى كريمة طهي. ليه بقول لكم كريمة حلويات أو طهي؟ لأنه كريمة الحلويات بس لما بتفرق لما نيجي نخفقها تدينا الويبت كريم، الطبخ مش هتعمل كده. فلو احنا بس عايزين ندسم الأكل عندك دي أو دي الاثنين شغال. هنديها نكهة، النكهة اللي هنديها لها تحبوا تحطوا مستكة حطوا، بس احنا بنحط ماء الزهر أو ماء الورد، معلقة صغيرة تدي طعم. هنحط لهم يا دوبك سكر خفيف لأن بتتقدم مع شربات، فبس بنحط معلقة سكر على الخفيف كده، يعني حتى لو عايزين من غيرها. فكرة الحلويات دي هي مش مسكرة، الشربات اللي مسكر. كوباية من السميد، سميد البسبوسة، وريهولنا يا مخرجنا، سميد البسبوسة العادي جدا الناعم، فكوباية لللتر وشوية. لو حطينا أكتر هتطلع ناشفة، الصبح كنا حاطين أكتر شوية قفشت بسرعة، هي المفروض تنزل في الطبق سايلة كده مش مكلكعة. فبسخن اللبن وبحط السميد وبفضل أقلبه لحد ما يفرش جوه اللبن. إذا لتر حليب عليه نكهة ماء الزهر أو ماء الورد أو المستكة زي ما تحبوا، اللي حابب يحط فانيلا يحط، بس هي بتاخد النكهة دي الورد، أنا النهاردة حاطة ماء الورد. وحطينا عليه نص كوباية كريمة تديها دسم، لو اللبن سايب ويعني غني بالدهون مش مضطرين تضيفوا الكريمة أو القشطة. وحطينا عليها معلقة سكر، نفضل نقلبها لحد ما تتقل تتحول لدي، نزوق دي لحد ما غرفتها في طبق ازاز حلو. شايفين بقت متماسكه ازاي اهو، لازم تبقى متماسكه بالشكل ده. بقوم واخده عليها طبقه القشطه، قشطه بلدي، قشطه اللي هي عملناها الوصفه اللي هي زي الريكوتا مع القشطه زي ما انتوا عايزين. هنحط طبقه القشطه وبرده دي مش مسكره، وندهنها بطريقه كده لذيذه. حلويات الماما كانت برضو مشهوره بيها جدا، ومقلوبه ماما لا يعلى عليها، اكيد اكل امهاتنا كل واحد بيعتبر اكل امه هو التوب، لانه معمول يعني بذكريات كتير مش مجرد الطعم. الطعم ليه جزء من يعني ليه احلى اكل، هو احلى اكل عشان شافها وهي بتعمله بالمطبخ وهي بتتعب علشانهم وهي نفسها يدوقوها ويعجبوا بالاكله. طيب هنحط لها ايه؟ هي بتتقل هنا، سوري تعالوا نبص بس لانه السميد فجاه بيبتدي يتقل، فانا هاخد مضرب سلك عشان ما يكلكعش مننا. فجاه بتلاقوه تقل وتشرب اللبن، بس بفكه كده ما يكلكعش. هنحط له دلوقتي فستق، اشهر المكسرات اللي تدخل بالحلويات اللبنانيه، فستق الحلبي، فستقنا من رجب العطار، بجد بجد سوبر فريش، يعني عارفين اللي هو بيقرمش من حلاوته. وممكن نحط له، عملنا مربى الورد من الورد الناشف، الورد اللي بيجي لنا من ازاهير المجفف، الورد البلدي، غليناه بكوبايه ميه وبعدين حطينا عليه شربات، وبصوا بقى عندنا احلى مربى ورد بيتي. فاحط شويه مربى ورد هنا، والشربات ما بتحطش عليها هنا، شربات لما نقطع القطعه بيتحط على القطعه نفسها، يعني بنقطع بناخد قطعه وبتحط على القطعه نفسها. هنا السميد ابتدى يتقل اهو، بصوا ابتدى يفرش، هوريكم حالا عشان ما تزودوش بدري بدري وبعدين يطلع تقيل. تبتدي الحبيات السميد تفرش جوه اللبن، شايفين؟ احنا بنقول تتفتح، لازم تتفتح، لازم تاخد عشان ما تبقاش فيها العضه دي. فانا احطه على نار هاديه واقلبه كنترول، نبتدي نغرف عشان لما نرجع دايما من الفاصل بتصدموني انه في 3 دقايق ودقيقتين وكده. يلا بينا. هنحط على فكره بتحط عليها برضو لو حابين زي عيش السرايا لوز، يعني بما انه في رمضان وعزومه برضو بتطلع المكسرات وبتطلع، نحط لها شويه لوز ونزود الفستق. يلا نغرف.